وهسه شو هسه؟ انت التزمي بالتمرين لتوصلي للرشاقه يلي بدك اياها. زين شنو رايك تجيبي لي كابتن رجالي؟ ليش؟ يقولون تمارينهم قويه. حبيبتي انت التزمي معي وما رح تخسري. بعدين كم يوم صار لك بالجيم؟ أربعة أيام. لسه الدهون موصل لها خبر انك سجلتي بالجيم. مرحبا. لا هلا ولا مرحبا. يا هلا. تعرفيها للبنيه؟ ايه كنت متزوجة ابنها وطلقنا. وش جاي تسويني هنا؟ تردين تعدلين جسمك؟ خاف تتزوجين؟ وشنو المشكلة إذا أتزوج؟ استهدوا بالرحمن يا جماعة، استهدوا بالرحمن. تروحي وين الله وحديدة هيك وبظهرك بقسمش نصين. حبيبتي يلا خلينا نكفي التمرين. يلا نكفي، ليش ما نكفي؟ من هون. وين؟ يلا رياضة وأثقال وبيتنا قاضيتها مستشفيات، اخذنا عقد ويا الطوارئ احنا. هاي كيفكم؟ الحمد لله، بس نسيت اقول لك صار عندي ثبات بالوزن. ثبات بالوزن؟ لعد المن جاي اذا عندك ثبات بالوزن؟ حبيبتي طولي بالك، بعدين ما صار شيء، ما صار في اسمه ونصيب بينه وبين ابنك. على العموم ابني خطب. الله لا يهني، وانا شعلي. ها شعلي يا روحي، خليكم احباب واصحاب، في بيناتكم خبز وملح. وانت ظلي وين الله وتعنسين؟ ليش اظل اصلا؟ كل يومي يجوا لي خطابه وانا ما اقبل. ابنك كرهني بالزواج. ظلي تمسكني، واتر ذني بعد ما يمشي عندي. تعلمت منك خاله. هلا ما قلتوا لي شو اسباب الطلاق؟ هي كل ما يجي لي تصيح له، وكل ما يجيني تصيح له. ايوه. طيب شو رايكم تنسوا هلا الامور الشخصيه وتلتفتوا للتمرين؟ اورايت كابتن، انا باكر ما راح اجي. وين مولي؟ راح اسجل بجيم ثاني. اساس ما اجيتي. انبسطتي؟ خسرتيني الزبونه. اعتبريهن زبونتين، انا هم ما راح اجي في مالا. وانا شو ذنبي؟